أخبار اليوم. أهلا بكم وبوابة أخبار اليوم وحلقة جديدة مع وصفة جديدة من مطبخكم مطبخ هناء العمري. النهاردة هنعمل الفيليه الفراخ المشوي. عملنا قبل كده حلقة عن الفراخ المشوية اللي هي الشيش. النهاردة هنعملها نفس التتبيلة بس مع الفيليه المشوي اللي هو صدر الفراخ المخلي. التتبيلة بتاعتنا سهلة جدا وسريعة، ممكن في أي وقت تكوني مستعجلة فيه ما عندكيش وقت تعمليها بسرعة كلها في الخلاط، وتحطي صدر الفراخ المخلي في التتبيلة لمدة نص ساعة، والأفضل إنها تقعد يوم كامل في التلاجة، لكن لو مستعجلة تحطيها في نص ساعة بس تتبل، بس هنزود ملح زيادة وفلفل زيادة لو هتنقعيها في نص ساعة بس. مكوناتنا النهاردة صدر فرخة، ده مخلي زي ما احنا شايفين وسليم ومش متقطع، يعني لما نطلبه من الفرارجي ما نطلبهوش متقطع زي البنيه، نطلبه سليم. وعندنا بصلة وسط وزعتر ناشف وفلفل اسود وليمونة واحدة وربع كوباية خل والمية. بنحط كل المكونات اللي احنا قلناها ديت بتاعت التتبيلة في الشفشف. بنحط البصلة الوسط والفلفل الاسود، بنحط تقريبا علشان الصدر ده معلقة فلفل اسود، اي تتبيلة بتحب الفلفل الاسود يبقى كتير، وحوالي معلقتين ملح صغيرين. خلاص حطينا البصل الملح الفلفل، هنبتدي نحط دلوقتي المية علشان يتضربوا كلهم. هنضربه ويبقى تتبيلة ناعمة قوي، مش عايزين البصل يبان خالص في التتبيلة دي علشان لو بان وبقى فيه قطع ممكن يتحروق معانا في الشوي ويبقى فيه قطع صغيرة كده سودة بسبب ان البصل اتحروق. طيب هنشغل الخلاط دلوقتي. طيب هنحط بقى الخل بتاعنا، قلنا ربع كوباية خل. الليمون والخل ده أساس وصفتنا في تتبيلة المشاوي بتاعت الطيور عامة. تمام كده التتبيلة بتاعتنا بقت جاهزة وناعمة جدا ومش هتلاقوا فيها أي قطع من البصل، ناعمة جدا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط التتبيلة ديت هنا عندنا، ناخد شوية منها على قد اللي احنا هنتبله. تمام، الخطوة اللي بعد كده للتتبيلة دي حاجة واحدة بس اللي ناقصة فيها، وهو الزعتر. الزعتر الناشف بنحط له شوية مية قبل ما نحطه على التتبيلة. ليه بنحط له شوية مية؟ علشان هو بيبقى فيه رمل، فالمية بتخلي الرمل ينزل تحت في الطبق من تحت، والزعتر بيطفي على الوش كده زي ما احنا شايفين، نقدر ناخده ونحطه على التتبيلة. طيب بنقلب بقى التتبيلة بتاعتنا كده اللي هي مية وبصل وخل وزعتر، واخر حاجة بنحطها ما بحبش، يعني احيانا ممكن احطها في الخلاط واحيانا لا، الليمون. ادي ليمونة، تمام ادي التتبيلة بتاعتنا اهي جاهزة. الخطوة اللي بعد كده بقى، احنا خلصنا التتبيلة وبدأنا بيها الاول علشان ما نمسكش البانيه الني بايدينا وبعدين ايه نبهدل الدنيا. اخر خطوة بنعملها ان احنا بنمسك البانيه بتاعنا ونبتدي نقطعه. ده صدر فرخة بنقسمه نصين،
ونبتدي نقطعه شرايح تخينة علشان يستحمل الشوي. لازم يبقى الشرايح البانيه بتاعتنا تخينة. ده صدر واحد اهو زي ما احنا شايفين، هنقسمه اتنين بس الشكل ده. نحط ايدينا كده ونبتدي نقطع نصين بالظبط عشان ما يبقاش رفيع. احنا مش عايزينه رفيع، احنا عايزينه بالتخن اللي انتوا شايفينه ده كده، وننزله في التتبيلة بتاعتنا اللي احنا عملناها. تمام. وادي القطعة التانية هننزلها برضو كده. تمام. نقطع الصدر التاني برضو نصين برضو. احنا عايزينه تخين، نشيل منه اي دهون اللي بتبقى على الجناب ديت كده. طيب نكتفي بالحبة دول كده، كفاية علينا علشان نلحق نتبلهم. طيب بنقلب بقى التتبيلة كده في البانيه في التتبيلة، والمفروض ان هو يقعد يوم كامل في التلاجة، وتطلعيه بعد كده تصفيه من التتبيلة ديت وتشويه على جريل على النار او على فحم زي ما انت عايزة بالطريقة دي. لكن لو مش هتقعديه يوم كامل في التلاجة ومستعجلة وعايزة تعمليه دلوقتي، هتسيبيه بس نص ساعة او ربع ساعة بس، تزودي الملح والفلفل عليه زيادة علشان يتبل بسرعة ويبان طعم الملح والفلفل فيه. دلوقتي ان احنا المفروض ان احنا هنصفيه ونحطه دلوقتي على النار. انا محمية الطاسة دي يعني حامية جدا، بقالها فترة على النار سخنت جدا جدا. هنحط شوية زيت صغيرين يعني معلقة صغيرة لا تسكر خالص، ونطلع الفيليه بتاعنا. المفروض الخطوة دي بتاعتي ان انا الواجب عليا دلوقتي ان انا اشويه، لكن الواجب عليك انت ان انت تسيبيه في التلاجة يوم زي ما قلنا، ده يبقى افضل. بنمسك القطعة كده جميل ان النار دي بتطلع بالشكل ده علشان تشد كل السوائل اللي نازلة، لان الطاسة حامية جدا. مش عايزين نشوي البانيه في طاسة باردة، احنا عايزين النار حامية قوي. دلوقتي احنا شوينا الفيليه وخلص اتشوى معانا، ما بنحطش اكتر من قطعتين علشان ما ينزلش مية كتير ويتسلق، احنا عايزينه يتشوي. لو حطينا اكتر من قطعة، لو الطاسة عندك اكبر من ديت وحطيتي اكتر من قطعة هتلاقيها نزلت صوص كتير وكأنها بتتسلق مش بتتشوي. الفيليه المشوي بالزعتر والليمون اتمنى تجربوه اسرع ما يمكن، ويتقدم مع سلطة، مع رز ابيض، مع رز بسمتي، بيبقى جميل جدا. اتمنى ان انتم تجربوه وتقولوا رأيكم. والف هنا وشفا عليكم، ورمضان كريم.